سواء بالعنف النفسي أو اللفظي أو الجسدي. في يومها العالمي لا تعرف المرأة اليمنية هذه الذكرى، ولا يمر هذا اليوم على سماء اليمن المكتئب ونسائها القابعات في جوف الحرب. وحدها فصول المعاناة من تشكل حياتهن منذ عقود، وليست الحرب الأخيرة فصلها الأول ولن تكون الأخيرة، لكنها الأقسى والأمر بحسب تقارير حقوقية. بالاعتقال والاعتداء النفسي والجسدي وبالمطاردة وبالتعذيب والقتل أحياناً، تعيش المرأة اليمنية حالها في ظل سلطة الانقلاب، بموازاة تلك الصورة القاتمة التي خلفتها حرب الميليشيا. كانت المرأة قوس قزح، حيث انطلقت تلون بألوان الطيف ما أفسدته الحرب، فكانت الأم الثكلى التي نسجت من دموعها رداء يليق بدفء أبنائها في برد النزوح واللجوء، وكانت الرافعة الاقتصادية للكثير من العائلات بابتداعها المشروعات المنزلية الصغيرة، وكانت رائدة العمل الإنساني الإغاثي. الحرب التي تقودها الميليشيا على الدولة فاقمت من وضع المرأة بشكل مريع، حيث تسببت في قتل وجرح أكثر من 1500 امرأة، فيما فقدت أكثر من 4000 امرأة أخرى عائلها الوحيد. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أكد في تقرير له تسبب الحرب بنزوح وتشريد أكثر من 1.5 مليون امرأة إلى مناطق أخرى داخل البلاد، في وقت بلغت فيه حالات العنف ضدهن نسبة 70%. منظمات حقوقية عديدة رصدت قيام الميليشيا بالاعتداء على النساء بشكل مباشر في أكثر من مسيرة احتجاجية تطالبهم بالإفراج عن أبنائهن المعتقلين والمختطفين في سجون الميليشيا. إلى جانب الحرب، يمثل الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي والمخلوع على مدينة تعز معاناة أخرى للعديد من النساء، حيث ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن انعدام متطلبات الحياة الأساسية أجبر الكثير من النساء على مغادرة منازلهن والنزوح إلى مناطق أخرى، ما فاقم من الحالة النفسية للكثير منهن. ويرى مراقبون أنه بعد مرور نحو 2.5 عامين من الانقلاب، نالت النساء النصيب الأكبر من الاضطهاد والتنكيل والترهيب من قبل الميليشيا في المدن والمؤسسات التي يسيطرون عليها، حيث سجلت العديد من التقارير حالات اعتداء على نساء في العديد من المؤسسات، في مسعى تهدف من خلاله للتضييق على المرأة وإعادتها قسرا إلى المنزل والقضاء على أي نشاط مجتمعي أو سياسي لها.